فهمنا شو عم يشتغل. حدا ضاع بالمقاربة السريرية؟ حدا ضاع يقول لي، فرجيني إذا حدا رفع إيده. عادي، وأصلا ما صفي حدا، كله هرب. تمام، فمعناتها فهمنا شلون بدي قارب صابع عضلية بدقية، ضعف تحت حاد متناظر، عضلات دانية، ارتفاع خمائي، تبدلات تخطيطية مو حاطة لي، أصلا ما حيخطر لي فورا أطلب تخطيط للمرحلة التالية يعني. بالخزعة، في حالة عملت خزعة دش في التبدلات، أكيد هذا مشخص. تبدلات جلدية، هلا هون أنا عندي كم معيار من هدول بحالتي هاي؟ ثلاثة. هلا في عندي الإصابة الجلدية، في الإصابة العضلية الدانية والخمائر السيكة يعني، هدول بس يعني. لا عندي خزعة، لا عندي تخطيط، لا عندي جلد تبدلات جلدية. بس طولنا الميكروفون يعني، عنده ضوجة. هلا في عندي قاعدة انه هاي الانتيجو مميزة كضد، بس لانه واحدة منه التهاب عضلات عديد الانتي سينسيل. حلو، هو موجود عند تقريبا ربع مرضى التهاب العضلات، ولما يكون موجود فهو هاي كتير حبة الدكتور، هاي جاية اتوقع جاية يعني، اهتمت فيها لانها غريبة متلازمة الانتي جو. انه والله بس بيكون في عندي اصابة رئوية، في هيك متلازمة، ها اسمها متلازمة اضداد الجو، انه ما في عندي لا اصابة عضلية ولا شيء، بس تليف رئوي مع ايجابية الانتي جو يعني. وقالت انه غالبا بتكون شابة، بس انا هون لا عندي اصابة جلدية، معناته انا هون مالي متلازمة الاضداد السينسيز او الانتي جو. تمام، مشان اذا شفناها بالمحاضرة. تمام، فممكن انه يكون في عندي بس اصابه رئويه مع اضداد الانتيجو من دون اصابات بالجهاز الهيكلي، ممكن لا يكون في عندي الانتيجو ايجابي ويكون في عندي شو اصابه رئويه واصابه مفصليه. فلازم اعرف انه اذا مريض التهاب عضلات يعني متجلي وضعف عضلي داني مثل ما انت شايفه هون، وعنده الانتيجو ايجابي، فتوقع وجود اصابه رئويه. والاصابه الرئويه الخلاليه او التليفيه كيف تتظاهر سريريا؟ بسعال جاف وبزلة تنفسية جهدية. تمام، ليش؟ لأنه هي التليف عم يصير عند النهايات الشعرية. ايه عم يقطش، أقول لأنه إذا حدا سمع، أنا والله ما سمعت. فهي لانه حتاثر على الاوعيه الدقيقه، حتاثر على التروية بتاعها، في يصير فيها الزله والسعال. طيب هلا انا هي ناقشنا الانتي سينسيز، دقيقه شوي نظبط هون. لسه في كتير حالات. طب هلا بي علينا نحسم هل هو التهاب جلد وعضل ام التهاب عضلات، ومن خلال مثل ما قلتوا غياب الاصابه الجلديه فهذا كافي لذلك التشخيص. انا عم ركز على القصه لانه هلا حاطين حاله تانية. هلا في بس شغله نسيت اقولها، والله بدي اقولها ونسيت، مشان بس الالام الروماتيزميه العديده. لما يكون مريض الام روماتيزميه عديده او رسويه عديده، وانا شخصته الام رسويه عديده، نسيت لكم شغله انه هو بيمحى محي على الستيرويدات بجرعه قليله. هو يعني خلصنا هذيك الحاله، هو فينيش. هلا بس عم علق على البولي مايليجيا، على علاجها، انه انا لأفرض شكيت فيها بعالجها بجرعات قليله من البريدنيزولون بتتحسن بشكل هائل. بس شو خطورتها اني اذا ضليت عم اعالج بريدنيزولون وما سالت المريض على اعراض التهاب الشريان الصدغي، شو بيكون صار عندي؟ لشوف مين الذكي اللي بيلقطها. انا عم اقول انه جرعات قليله من الستيرويدات تكفي لضبط البولي مايليجيا، وهالبولي مايليجيا اللي بيطورها هو عرضه لتطوير التهاب شريان صدغي. معناتها انا اذا ما تابعت مريضي بانه وطور شريان صدغي، ما تابعته، شو المشكله اللي ممكن تصير؟ الأعراض الجهازية؟ لا، أخطاء
اخطر من هيك. المريض ما ببين اخطر من هيك. فهمنا السؤال؟ إصابة شو؟ كتير عم يقطع. ممكن تطور عندنا، ممكن تصير إذا والله عم يقطعش. حدا سمع شو قالت إلي؟ قلنا السؤال بتنرمي. إيه، إذا مريض الألم الرسوي العديد نسي تحكي على علاجه. لنفرض اني انا شخصت مثل ما قلنا استبعدنا كل الحالات الامراض النسيج الضامن الثانيه وخلص شخصت امراض روماتيزميه عديده، بوجود قصه سريريه نموذجيه امراه فوق الخمسين وعندها الالم الزناري واليبوسه الصباحيه والاي اس ار مرتفع، وشخصتها ونفيت كل حالات الامراض المفصليه الثانيه. وانا عم اقول لكم هذا المرض البوليمايليجيا روماتيكا بيستجيب بشكل سحري على جرعات قليله من البريدنازولون، جرعات قليله. طيب لنفرض انا اهملت مريضي وما تابعته وسالته عن الصداع والاعراض تبع التهاب الشريان الصدري، مثل ما قلنا لانه اللي بيطور هي بيطور التهاب شريان صدري ممكن باي مرحله. لا، فشو المشكله اللي ممكن تصير بهالحاله اذا انا ما انتبهت لمريضي وسالت عن اعراض التهاب الشريان الصدري؟ كنت عم حاول نبهكم، عم اعطيكم الجواب انه عم لكم هديك تشفى على جرعات صغيره من البريدنازولون، اما التهاب الشريان الصدري بده جرعات عالية للوقاية من الإصابة البصرية. فالمشكلة اللي حتصير إنه جرعة الستيرويدات اللي عم أعطيها صحيح هي عم تخفف أعراض المفصلية، بس بالمقابل الإصابة العينية عم تتطور، وبالتالي أنا ما رح أحميها بهالطريقة. فهي بس الفكرة اللي كان بدي لكم إياها، وهي الفكرة كتير مهمة، وهي الفكرة اللي بدي إياها الدكتورة، بس أنا من كتر ما صار في مناقشة وحكي كذا شغلة نسيت أولى. هلا بصراحة الوقت يعني خاص بشكل رهيب، فعلى أساسنا ناخد كنا 8 حالات تخيلوا، فأخذنا النص بالضبط. إن شاء الله لازم نكمله.